فيها قطر بإذن الله اليوم المنتخب الإكوادوري، واحد من فرق ومنتخبات قارة أمريكا الجنوبية، ضيفا على دوحة، ضيفا على قطر في المرة الأولى والمواجهة الأولى ما بين المنتخبين، قبلها أمام غواتيمالا. تاني على طول حسن الهيدوس، وضوء إبداعي، فرصة تصويبة، ولكن برافو 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 يا يوسف. أدي الهداف، أدي النجم الكبير، أدي فالنسيا لاعب منتخب الإكوادور وصاحب التصويبة الأخيرة، لكن يوسف حسن حارس المرمى، برافو يا يوسف، تصدى كويس وتركيزه للمنتخب واتحاد كرة القدم. أدي المعز، المعز المعز لا يرحم لا يرحم، أوه فاول، هو رجع للإكوادور ليعيد الإكوادور إلى كأس العالم، فقد كان أول من وصل بالإكوادور إلى كأس العالم، لعبة دي فيها فاول. اللعبة نبعد شوية عن حسابات مين فين منين ونعيش هذا الدور الجميل والتصويبة الجميلة، ولكن من بيدرو بعيدة خارج القائم الأيمن، على بعضه إكوادوري كله على بعضه كولومبي، بتبقى الحقيقة محكات كويسة. وقطر ستشارك في كوبا أمريكا القادمة في البرازيل. أدي العرضية الجميلة جميلة جميلة وضربة الرأس، ولكن يوسف حسن حارس العنابي في الوقت المناسب على طول يتصدى. في عندنا محمد بكري، جاسم الهيل الحارس اللي تألق مع نادي قطر، مش عارفين. المعز علي لأكرم، أكرم عفيف، يا لطيف يا لطيف، أكرم عفيف وزيزو، يا لطيف يا لطيف، الله الله، بيلعبوا كرة يد ولا بيلعبوا كرة قدم؟ بيسلموها برجليهم وكأنها بإيديهم. أصبح التجانس موجود، المهارة موجودة، يمين ثم شمال لغاية ما لقوا ثغرة، وعنصر المفاجأة بدأوا يلعبوا بالطول. هنا التحضير والتصويب، ولكن خارج القائم الأيمن في واحدة من اللعبات الجميلة جميلة 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 من فرانكو، ألان ستيفن فرانكو، لاعب اندبندنتي، لعيب عنده 20 سنة بيلعب في نص. تاني على طول، تاني على طول بيدرو، يا ولد سرعته وقوته، فاول فاول. الحكم المساعد أحمد الرويلي هو اللي ادى الفاول ده، عشان كده الحكم أصبح من لاينز مان أو رجل الخط إلى الحكم المساعد المسمى نفسه. أبص للفاول أهو اللي اداها الحكم المساعد، هو اللي اداها الأول. بلوى انذار لرقم اثنين اللي بقول لكم لعيب كويس، بلاسيو لعيب كويس. ضربة حرة للعنابي، فرصة هدف أول من مكان مميز، اتعملت على أرض فكري جميلة. الله 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 الله، مونديال يا ولد، مونديال يا ولد، نعم 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 نعم، مونديالي، أجواء مونديالية، وهدف برائحة المونديال، هدف برائحة المونديال. أكرم عفيف، أكرم عفيف، يا لطيف يا لطيف، 1-0 للعنابي. لسه بقول لحضراتكم، يا ترى الفاول هيتعمل فيه تكتيك ايه؟ اتعملت حلوة 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 من المعز، لمسة وأي لمسة، ومن لا 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 أكرم عفيف، يا لطيف يا لطيف، يتقدم بأول أهداف العنابي. 1-0 قطر على الإكوادور، 1-0 الإكوادور، 58 على العالم، يواجه المنتخب القطري بالتصنيف 94 على العالم. سعيد بحاجات بتحصل في الملعب، فيها جدية، فيها رتم سريع، فيها لعب مباشر على المرمى، والبحث عن الفرحة من أجل وطن، فرحة وطن. المعز عايز ضرب الجزاء، ولكن حكم اللقاء أدهم لمخادمة الحكم الأردني. كرة لعبت على طول، شوف التوقيت، شوف الذكاء، فكرني بمارادونا وكانيجيا، فكرني بمارادونا وكانيجيا، الالتحام واحد والاحتكاك واحد، واللي فقد اتزانه في الاخر اهو، الاثنين حركة واحدة. يا ولد يا ولد، تاني على طول اتقطعت فرصة، الرتم السريع للعنابي، رتم سريع، الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد، 2-0 للعنابي. اجواء مونديالية، قمنا نفحات المونديال تظهر، وقبل 4 سنوات من مونديال 2022 العنابي بأبنائه، العنابي بشبابه في الطريق الصحيح. حتى الآن هدفين جميلين، شوف الضغط، شوف السيطرة، شوف اللعب المباشر، شوف اللعب الإيجابي، شوف المعز بيعمل إيه، المعز المعز المعز، الله 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 الله، الله عليك يا ولد، فرحت كل البلد، الله عليك يا ولد،
فرحت كل البلد. المعز يسجل الهدف الثاني ويصدق على قيمته وكفاءته، واحد من هدافين الكبار اللي وصل الى ربع نهائي دوري ابطال اسيا وكاد ان يصل لنصف النهائي، يقدم نفسه بوجه جميل الحقيقه مع اللاعب بولانوس. ضربه حره، هيلعب فالنسيا ولا مين؟ ادي التصويبه من المسافات، تصطدم في الحائط، تعود من جديد. يا يوسف يا عظيم، يا يوسف يا عظيم، برافو يا ولد، برافو يا ولد. حماس غير عادي في المدرجات يا جماعه، الملعب غير، الملعب غير. فيها شك، لمسه يد ثمان سنوات، من سبع سنوات من قبل هناك في اليابان. الفريق الاكوادوري ينطلق للامام كما هي العاده، وهذه العطيه الجميله. لكن يوسف، يا يوسف ممتاز يا ولد، ممتاز يا ولد. يوسف حابب الجمهور والبطوله الاماميه. يا سلام على المعز، يا سلام على المعز، صح الهدف الثاني الجميل. الهدف السلطان كويس، انا لا اقصد مكان الحارس دومينجيز يحارب حسن الهيدوس. ثالث المهاجمين من ثالث الاهداف، ثلاث مهاجمين اثنين سجلوا. شوف التوقيت اللي اتعمل فيه الباص، شوف سرعه الباص، شوف زاويه الباص. حسن الهيدوس كان لازم يعملها تشيب، تشيب من فوق يا ابو علي، تشيب من فوق يا ابو علي. لكن الكسندر دومينجيز صفرت نهايه احداث الشوط الاول. حكم اللقاء الدولي الاردني ادم الخدمه يعلن عن تقدم العنابي على الاكوادوري بهدفين مقابل شيء على هذه اللقطه الجميله والروح الجميله بعد هدفين من اجمل ما يمكن. كولومبيا يبدا الشوط الثاني بتبديل، هيلعب زي جناح يمين اللعيب اللي لسه نازل حالا بريسيادو، بينما العنابي بنفس تشكيلته الشوط الاول كان ويليان لاعب تشيلسي. بريسيادو ادي على طول العرضيه الجميله، جميله جميله جميله. يا يوسف خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك، خلي بالك. ضربه ركنيه، ضربه ركنيه، تقديرها ما كانش كويس من يوسف. حاول بعد كده لكن انفعل وكان ممكن يعمل ضربه جزاء. انا كان عايز يمسكها، ما اعرفش ليه اضرب البوكس يا ولدي، دي فيها شك ضربه جزاء، دي كده فيها شك ضربه جزاء. بص ايده راحت على رجل لعيب الكره، لا راحت على الكره، بس لعيب غيره ممكن يتخض ويلعبها وخلاص. لكن الولد ثقته في نفسه كبيره. اقصى يسار، فرصه ثالث، فرصه ثالث. يا اكرم يا عفيف، يا اكرم يا عفيف، مش ممكن يا اكرم، مش ممكن يا اكرم. الهجوم السريع الجميل الرائع اللي بيقدمه الحقيقه المنتخب العنابي في هجمات المرتده بشكل اكثر من ممتاز، وتضيع فرصه الهدف الثالث من اكرم عفيف. خوخي، حسن الهيدوس، المعز علي، كان مناخ مونديالي وطقس عظيم مثالي، والانطلاق على طول. فرصة المعز بيحاول تاني من جديد، فرصة ثالث، ولكن ولكن ايه ايه قال له ايه؟ قال له ضربة جزاء، ضربة جزاء مع صمت الإصرار والترصد هكذا قال. ولا واحد اعترض، ولا واحد اتكلم، لسه بس اللي بيتكلم او فكر يتكلم المدافع رقم ثلاثة إيرازو، اكثر لعيب لعب مباريات دولية. عشان كده الحكم قال له لا، خد انذار يا سيدي، خد انذار يا سيدي. الهدف الثالث للعنابي ولا ايه؟ ادي الانطلاقه الجميله، وادي المرور، او ضربه جزاء فعلا 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 فعلا، ضربه جزاء. تهور واضح جدا، تهور واضح جدا، وضربه جزاء لصالح العنابي. فرصه هدف ثالث للعنابي. حسن الهيدوس 27 سنه قائد العنابي. حسن الهيدوس يهدوك يا ولد، يا قلبك يا ولد. الثالث يا ولد بالثلاثه، العنابي يتفوق على الاكوادوري 3-0 لثلاث لاعبين في خط الهجوم. هدف اول المعز علي، اكرم عفيف، هدف ثاني المعز علي، هدف ثالث لحسن الهيدوس. بكل هدوء، بكل ثقه، وبكل تأني، اقدام حسن الهيدوس تغني وتعزف لحن المونديال المنتظر. 3-0 للعنابي. نعم نعم نعم، اي هدوء، اي ثقه، اي تأني. هذه السرعه، المدرب فرحان بيسقف لمزيد من الجديه والتشجيع والانتصاره. بيحاول، شوف التبديلات اللي اتعملت، ادي واحد من البدلاء جرازيرو، تاني على طول العرضيه عاليه فوق، برافو يا ولد. سكند بول محتاجه جديه وحسن تمركز، وفاول، فاول لصالح العنابي، فاول لصالح العنابي. جرازيرو بدلا من مندز اللاعب رقم 20 في نص الملعب، وفرانشيسكو بدل الفلاني يكون موجود فيها هنا، واللعيب الفلاني مش بالاسم، اللعيب الفلاني بالبوزيشن حسب وضع الكوره. ادي محاوله ثاني، فرصه هدف اول ولا ايه؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هدف اول، هدف اول. هو 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 واحد من الهدافين التاريخيين لكره الاكوادور، الاكوادور اللي سجلت 10 اهداف في كاس العالم. هذا اللاعب فالنسيا سجل 3 منهم، يسجل هدف تقليص الفارق
بعد ما قرا فردية عالية، استلم تحضير تصويب هدف جميل 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 على يسار حارس المرمى يوسف حسن. رغم الخسارة بالثلاثة لم ييأس، لم يتراجع، لم يستسلم، لم يرمي المنديل. بالفعل خلقت مساحة جميلة من تحرك بيساعده لاعب رقم 15 ليطلق اللاعب فالنسيا صاروخ، لاعب ايفرتون الانجليزي السابق، لاعب وست هام الانجليزي السابق، لاعب تيجريس.